تحت إشراف وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، يقدم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية العرض المسرحي زوروني كل سنة مرة، مأخوذ عن مسرحيات الفاشلون. تستعد الممثلة داكوتا جونسون للعب دور البطولة في مشروع سينمائي جديد مأخوذ عن رواية Persuasion لجين أوستن، والتي طرحتها في القرن قبل الماضي. ظهر النجم العالمي بن أفليك برفقة صديقه النجم العالمي مات ديمون في موقع تصوير فيلمهم المقبل، والذي لم يحمل عنوانا بعد، في لوس أنجلوس.